زاهدة، طاقة اسمك رقم 4، طبعه ناري، كوكبه الشمس، يوم السعد الأحد، الحجر الكريم الملائم، العنبر والياقوت. الصورة القرآنية المناسبة هي صورة الحج. أسماء الله الحسنى الخاصة بشحن طاقة اسمك: يا عزيز، يا شكور، يا شهيد، يا محصي، يا مميت، يا أحد، يا مقدم، يا بر، يا تواب، يا رؤوف، يا نور. أنت فتاة حادة الطبع، متسلطة، مسيطرة، عنيدة، واثقة من نفسك ومن قدراتك، حساسة، طيبة القلب، سخية وكريمة، تجيدين تسيير الأمور والتخطيط لها، بارعة ومتقنة في أعمالك، واقعية التفكير، موهوبة، محبة للتجديد والتغيير. تحملين 3 عناصر في اسمك: عنصر الهواء، وعنصر النار، وعنصر الماء، مع طاقة مذكرة عالية تجعلك تتحملين عدة مسؤوليات صعبة وتواجهين بعض الظروف القاسية. لديك روحانية عالية، تعترضك عدة مشاكل وخلافات في حياتك العملية والأسرية. لديك سفر في حياتك، وقد تعيشين بعيدة عن أهلك. تملكين حرف المال في اسمك، وإن شاء الله تعيشين حياة سعيدة. والله أعلم، والله الموفق.